بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. دبال لكم حسام التنسيات قدر السلام كبتو يوم برضو دبر كن لا حمسا يقن التاقيتو وتو اليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة، يوم الدام قل حساب للجمع دبو وقل جزاء. يعني يوم قراول ألبو يومتو، واليوم اللي سبب جنة دي بجنة للأستقراتهم وسبب جنة دي بمنازلهم للأتدباتو على جنة دي مسكبولة قيس مع الساد دي مسكبولة قيس والعياذ بالله رب سبب جنة لدينا اللي تلو يوم الآخر. اليوم الآخر معناه يوم القيامة، الدام وميت والجمع يوم القيامة وقانتو وذلك الحساب وذلك الجزاء ورق جزاؤنا سي وحسابنا سي مع الساد دي بالساد والعياذ بالله وعلى جنة دي بجنة رب إن شاء الله من سب جنة لدينا. والإيمان باليوم الآخر سلسن عدد الدمن لن سنسن عدد حتى انتهى قديبانتا لا حتى من الإيمان ببعث، الإيمان ببعث يعني بالعالمين يبعثنا كالي لحايينا كالي لهرسنا ويقول لهم بطيء، وهو إحياء الموتى إن ينفخ في الصورة النفخة الثانية ويقوم الناس لرب العالمين حفاة غير يعني غير متنقلين، عراة غير مستترين، قرا غير مقتتنين. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتدى الحكمة حيث تنقضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على السنة على سنة رسوله صلوات الله عليهم. الله سبحانه وتعالى لبلدي بالله إلا بعث لهم قال أول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني تقبل ابن كالي حقوق ميتوا يتحيوا مسلككم للبلكم سليهوتو. والله سبحانه وتعالى لبردي بآيات كاليت إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. معاد هلا موعد هلا قلت أقبلتو يوم القرآن لك رقنا رب العالمين نفسه والقرآن لفرض دي ابنا هيتو نفسه قلب لسناتو دي معاد. يا رب إن شاء الله لقى أنا مصر رب العالمين دي بجنة ودي بخير وبذنوب مغفور وبعيب مستور وخاتمة سنيت وعمل مقبول وبتوبة قبل الموت وسكمة لما حد بعدها بثبات دي بدينا. اللهم نسألك الثبات ونسألك توبة قبل الموت ونسألك حسن خاتمة يا الله. طيب لكال ايد الإيمان بالحساب والجزاء، حتى ببعث قلنا آمن بنا كال ايد بجزاء وبحساب وبحساب وبجزاء. الله سبحانه وتعالى اللي حاسبنا تدي بعملنا وقل جازينا تدي بعملنا اتهجيانا واتفعلنا ترأيتنا تسمعتنا تحركتنا قل كل الله سبحانه وتعالى اللي حاسبنا دي بطو الاتفاق بدي بولا كل مسلمين متفقين دي بطو رب العالمين بيلا إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ورب العالمين بيلا من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال جنة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى بلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعني يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وصح النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. يعني لن لدليل والآيات ديبا بعث وديبا جزاء وديبا حساب للتاقي علىات
لا شك الله سبحانه وتعالى قلب لسناته، لا شك الله سبحانه وتعالى قل حيناته، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قل جازيناته وقل حاسبناته، وإلا خلاف الأبديبا إن شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى لبل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى لسألناه وقائب على حضور الملائكة اللهم لك الله فدينا رب العالمين لسيئاتنا والحسناتنا لسجره ولسحيفة لنا هنا دي بلد أن حن عملنا كله. ثالثي إيمان بجنة وبأسات كمان قلنا عمل بنا ليوم الآخر لجنة ولا سات بل إيمان حدا ميناته، لأنه اللي مآل نايدار النعيم مآل نايدار المتقين مآل نايدار رب العالمين لفت يوم أهل الإيمان وطاعتنا رب العالمين وطاعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم لقي سوسب اللي من الجنة اللي تبور الجنة يعني مبديبة أنواع منها نعيم بديبة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لقي لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله سبحانه وتعالى بيلا لجنة إن لي رأيت وإن لي سمعت وإن تلي تتخيل وتلب كلمتي وتحساب كلمتي بديبة ولا جنتنا رب العالمين قاليتا ولا لحد بحد ودي وبحد تحمل وبحد لحاله. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إن شاء الله. الله لبل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لأن آيات ذكر برضو ديبا خصوص نهاية إيمان بأسات والله سبحانه وتعالى كمان ديب دليل كالا اللي بلالا ديبا نهاية السات واتقوا النار التي أعدت للكافرين إلا السات قال لك كفار لعدد كوا وقال لك كفار الجهاز كوا تقوت في نجاه وفي نجيكم ودو حاجز ودو إلا السات منا تنقفوا لبل الله سبحانه وتعالى إن إحنا لم نخاطبنا ولبل الله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إلا رب العالمين اللي حذرنا من السات من بديبة لكفار استقاثت ودو من قبيب رب استقاثت طالبه عون طالبه وبماي قتل شوي وأنا ضد أبو ورجازة ولأنه الجزاء لنا يومتو هي كفار. والله سبحانه وتعالى برضو لبلنا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا سعير برضو الساتة إلا كفار رب العالمين لعدها ولا رب الكفار لو ديكوا دقوا قومنا أمقوا منا إذن إحنا المؤمنين رب العالمين بيرناتا والنبي صلى الله عليه وسلم بيرناتا ولا هي يعني لآيات كالي قلت قمة إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولنا يعني ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر هليت عذاب القبر هلا ونعيمنا يا هلا والكفار كمان الله سبحانه وتعالى الصفات لنا يوم بيان أقلنا وعذابنا يا قبر كفوته ولا نعيم كفوته إلا كمان كل الإيمان اللي تحتينا ويعني إلا بحق ولا موت عذابنا يا قبر ودفن لبديبو ولا سؤال من ربك لبنادي بدير بيننا وما دينك وما نبيك إلا كلا قلنا آمن بنادبا إلا من ديب اليوم الآخر للأتياتا. والله سبحانه وتعالى لبل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. والله سبحانه وتعالى لبل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله سبحانه وتعالى بين إنها لا إلا آيات من رب العالمين وحيلة كرية ولا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير ولا ترتيب لسبب أهل العلم لو ودوا هنا قلنا نستفيد منه وقال نتنفع بودي بالدنيانا وقال آخرتنا قلنا نشقبه وقال آخرتنا
مثلنا طورنا النساء مثلنا زوادتنا النساء مثلنا دي قبينا لتقبقنا وقلفان قرأت قبقنا النساء وكم سلي ودي بحديثنا يا رسول صلى الله عليه وسلم لبل دي بصحيحنا الإمام مسلم لبي ليديبو من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبل فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهي فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من فتنة ما ظهر منها وما من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال نعوذ بالله قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال والنبي صلى الله عليه والله سبحانه وتعالى لبل دب نعيم دب قبر هلا قال المؤمنين الصادقين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وكمان دبك آيات لك إدلب الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم لا يقول لا اليوم الآخر للثمرات لنستفيد مننا كمان هي نقاط هلايا حتى لرقبة دبف إلا طاعت حقول عذاب ولا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا قبر ولا كل أمرنا باليوم الآخر من أستفيد من ثمرة مفقر لثمرة حتى رقبة وددي بطاعتنا يا رب العالمين اللي قلنا نتجنب لك أي ترهبتها اللي كمان خشيت منا معاسي وردنا يا رب العالمين قلنا حدي صالة سيد كمان تسلية بدي بقول الإنسان لمؤمن رب الله فري ونعيم لرجة واللي يعني حسنا عقل وحسنا اللي شارع اللي بدي يبوتو ولأنه رب العالمين لشارعي قلنا الله سبحانه وتعالى أقل كفار وقل منكرين ردها بيوم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير اللهم الأنكر رب العالمين ردها بلسدي بهم فعلا قلت أقبلوتوا ورب العالمين قادرتوا ورب العالمين أقل بلسكمتوا وقل ورب العالمين أقل سألوتوا ولا هينديبوتوا لأنه تخلقينا وأوجدينا وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقصص بحث على ناي أنبياء ودي بلي بلن نخلص هنا إن شاء الله والتحلقات لكال أيد ناي الركن الأخير ناي القضاء الإيمان نؤمن بالقدر خيري وشري دي وقن يجيستو إلا آخر لا لم كلن بجنت وبسات وب الإمام باليوم الآخر لنتاقد مع الناتن ولكن برضو حاجات اللي تقولني بلا نقدر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم إلا قدام نقرأ والآخرة بلي لا يودوا الله سبحانه وتعالى بدو حرد ديبومكم صلى الله عليه وسلم صلى الله سبحانه وتعالى قادرته لأن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله سبحانه وتعالى أرقب أعمله وبيزه بحساب نسو آخر آية دبلا العليا الله سبحانه وتعالى لبل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون تحذير وإنذار وتوجيه ولا رهبة لبديبة ولا رهبة لبديبة رب العالمين كل ديب اليوم الآخر لا خصيقنا كبوغنا التقية ولا سمارات ديب انتهاقنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.